منا روحك؟ الحمد لله براري 15 سنة نسكن في سليانة حتى قبل مهيد. وقتاش تضربت حمدي وكيفاش الظروف؟ نهار الأربعاء على هديش معناتها مشيت مع الأولاد بقينا شوية في قدام الليسية نشوف ثم قراية واليوم راوح احنا مروحين وشفنا العبيد هيربوا حازوا فيها الحاكم بالكراه انا هربين وسيح بدلسلنا بوليس نحن دورنيل وكي وضرب بالرش هكا. شنو السلاح اللي استعملوه؟ نعم شفتوش ما قروا نضربين ضربت. شنو العناية الطبية اللي لقيتها حتى من الأول؟ العناية الطبية كانت جيدة معناتها كان لهيبين تويك ما حد فرم ليه جيك 9:30 هو الدوية 8 اللي ما نقطروا لبعضنا نقدوا لبعض نهارات الاخرانين ودكتور الماتري ذي اللي يمشي له تقوله سيع ميت عينيك مشت معنا ما عطتك حتى امل هذا قتلناكم باش تخرج يا مره سيع معنا. قديش من واحد من سليان تضرب في عينيه؟ 51 هم 51 الجرحى ككل. هي قديش من واحد تضرب في عينيه؟ 20 كنا في السبيطار ذي 20 20 تو بقينا 9. علاش يضربوا فينا هك؟ علاش صار فينا هك؟ شنو هي الشيء اللي عملناه؟ السلية ما تحرق فيها وما تكسر فيها حتى شيء. خرجنا في مسيرة سلمية، علاش يصير فينا هك؟ معناتها إهانة كبيرة معناتها. كان ضربوا واحد بكرتوشة خير من اللي يضربوا بالرش نتاع يضربوا به في الحلاليف يضربوا به في الكلاب. الشيء هذا علاش صار قبل في أي بلاصة؟ ولا جيتوا تجربوا فيه كان في سليانة؟ لكن الدرجة هذيك عبيد معتها غالتك خرجت قالت لير ويزمنا نخرجوا عبيد من الحبس راه مظلومين يزمنا نشوفوا بلادنا راهي تعبة راهي أمورها مشي بيها راهي سليانة راهي تعاني من بورقيبة للزين للباجي اللي كمنتم للناس الكل شبين علاش الشيء هذايا علاش الحقرة هذايا كل علاش بها سليانة من دون الولايات الأخرى كل لا تكلمت لا خذت لا تنمية لا حد شيء طريق اللي يهز طريق بركة نحن مربوطين ولاية كاملة مربوطة بطريق تونس اللي هو مكسر عام كامل صارت فيه 14 روح 86 أكسيدون مش هو ذا يزمو برنامج استعجالي في ظرف جمعة جمعتين اللي عنده باتسيري تعدى كار تاخذ منها دبوزة ماء واللي عنده تتحرك دولية ما عندنا حد شيء حد شيء تعدى منها حد شيء البلاد كاملة فارغة ما فيها حد شيء كي خرجنا قلنا ليه والشيء ذا ما يصيرش وش بها سليانة من دون الولايات الأخرى الكل يصير فينا الشيء ذا عليش شال نقى شكون يقول لنا علاش برك ورانا يطلبوا يقولوا راه كنا مخيرين نضربوهم بالرش ولا بالكرتوش فين جيناك يحازوا فيها العباد في الحوم نتاعها علاش باش تضربها بالكرتوش بالرش هذا يتفرج فيه السيد هذا قبل معناتها ما يشد وتشد الحكومه جمله واحده قالوا له لو تتصوروا رواحكم معناتها صارت وقت احداث قبل لو تصوروا رواحكم معناتها تشدوا الحكم معناتها تعاملوا كيف العباد كيف كي وقت يحكوا لهم على الكريموجين مش على الكرتوش مش على الرش قال لهم كيفاش نحن قمعنا بن علي ونحن عملوا فينا ونحن تربطنا ونحن كذا وكذا باش يجوا نعملوا الشيء هذا معناتها في الشعب التونسي يا اخي هما عملوا اكثر من اللي من اللي, من اللي ما عملوش حتى 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 مستبد وحتى حتى الدكتاتور ما عملوش العجوب الحرباوي العجوب الحرباوي نخدم في إدارة حكومية بسليانة مضر هاني قدامك نشوف فيها أنا تضربت نهار الثلاث على الساعة 10 صباحا بمقر وين الولاية ضربوني على بعض من خلال 60 متر ما تلفت على غرادة ضربوني من خلال طول جابوني هزوني الاستعجالي من الاستعجالي عادوني طول من خلال في الامبيلونس لهنا وكينا في الحالة الاستعجالية العملية العمليه متدخلين العمليه ما نجموش يجبدوها كعبه الرش لان البلاصه من الليل عملت نزيف والنزيف هذا ما نجمش يوقفوه قال لك اخويا بون انا غرزوا لي عينه ورجعوني عملوا لي تريتمون بالجمعه الثانيه عملوا لي العمليه جبدوا لي كعبه الرش من عينيا وعيني تو حاليا من الليل الطبيبه تقول لي انت راك ما عادش تشوف انا مشيت وعملت تيست من الليل ولامس عند الدكتوره الماتري هذيا اللي هي رئيس في القسم وكذا كلف قالني قالت لي انت راك ما عادش تشوف بقيت خويا في حيرة أنا توا فقدت أعز حاجة في منيلالي يعني فقدت روحي كامل
فقدت يعني انسان من الى ابو عائله ومن الى كذا فقدت يعني عيني. بعد شنو مش يصير من شكون هذا؟ انا تو لحد الان مستغرب حكومه دوليه تشرف على دوله تشرف على 12 مليون اللي هي يعني هي العينين نتاعنا، هي ذرت لنا عينينا. علاش مش ابنائهم نحنا؟ شنو اللي عملنا نحن؟ ضربنا كسرنا عملنا؟ ولو لو 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 فرضنا لا قدر وقع هذا، لو فرضنا وقع هذا كل ما تستعملش العنف. احنا ما استعملناش العنف، احنا البلاد بلادنا، ماناش مش نكسروا فيها ولا مش نعملوا فيها. خويا احنا تو قاعدين اليوم عندنا في 120 يوم، انا تجيني طبيبه تقول لي راك معاه شوف، ايش باش نعمل؟ حلي وين؟ فقدت لي الامل جمله، ما عادش اللي ثم ربي الفوق من الليله كذا، ما قالش لي حتى امل الله، قالت لي لا راك معاه شوف. هروبي وين؟ انا قاعد في بياص 24/24. ليش؟ اذا كان ثم امكانيه، فهمتني ولا كذا، باش تصلح لي وضعيتي يا خويا، ما طالب شيء. انا راني لا طالب كرسي ولا طالب، ما طالب حتى شيء من الدنيا هذه، طالب باش نشوف بعيني، طالب باش نشوف بعيني. وقتاش ضربت السلاح؟ ضربت نهار الاربعاء، معنا خرجت في مظاهره كما تعرفونتم بالمطالبه معنا بالحقوق معنا متاعنا، فهمتني. روحت خنقت بالغاز، بقيت تابع في الحكايه على الفيسبوك، ومن بعديك خرجت مشيت مش نمشي نصلي في جامع وسط البلاد مع حكايه مصيع، تضربت وقتها فهمتني. تضربت براش في عينيه. نوعيه السلاح اللي يستخدم براش هذا، فما شكون يقول بنادق صيد، فما شكون يقول سلاح من نوع اخر. انا اللي شفت بندقيه صيد، بندقيه صيد معنا ذيك اللي شفت. وحتى لتو خذيتو لقيتو العنايه الطبيه اللازمه؟ والله مش نكذب عليك، بس نقول لك فهمتني، عنايه طبيه لازمه معنا. اخويا احنا بدينا المرة الاولى فهمتني، كي وصلنا فهمتني تلاقينا العناية الطبية اللازمة، كما معنا يمكن كما شفتوا في وسائل الاعلام. اما حاليا فهمتني وليت معنا كلي تنسيت الحكاية ولا شنيا، بدات العناية تقلب. انا مطالب فهمتني كان بيشوفونا عينينا ويدوونا اخويا، والباقي فهمتني ربي يسهل فيه وكهو.